بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم دائرة تنفيذ أعمال كري النهر موقع الرمادي على تشكيل وزارة الموارد المائية بالقيام بأعمال كرية ترسبات وإزالة القصف المقدم سدة الرمادي باستخدام الكراء الرافدين والكراء الرابعين مع الآليات الساندة لهما، والكمية المنجزة باستخدام الكراءات هي 340 ألف متر مكعب. ولمعالجة الشحة المائية تقوم كوادرنا بإزالة الترسبات والقصف من مواصلات السحب مجمعات الماء في جميع أقضية المحافظة لضمان إيصال المياه النظيفة إلى مجمعات الماء، وعدد المجمعات التي تم إنجازها خلال السنة هي 42 مجمع. أما في قاطع حيد تقوم دائرتنا بإزالة الترسبات والقصف من الجانب الأيمن والأيسر لنهر الفرات باستخدام الكراء نيو هولاند والحفارة البرمائية. أما في قاطع البغدادي تقوم دائرتنا بأعمال كري الجانب الأيسر لنهر الفرات في قرية المعمورية باستخدام الحفارة نيو هولاند. أما في قاطع حديثة فإن العمل مستمر بإزالة الترسبات والقصف من الجانبين الأيمن والأيسر لمؤخر سد حديثة. إن الكمية المنجزة من الترسبات هي 850 ألف متر مكعب والقصب 550 ألف متر مربع خلال هذه السنة. المهندس ياسر أحمد جدوع مدير موقع الرمادي.